أثناء زيارتها الأخيرة لموقع تصوير مسلسل دانتيل اللي رح يتم عرضه بعد انتهاء الموسم الصيفي، التقينا الممثلة اللبنانية القديرة نهلة داوود بكواليس العمل، وكان واضح حماسها الكبير لإله. مدام نهلة، مبسوطين نكون معك اليوم بكواليس دانتيل، خبريني كيف الأجواء؟ دانتيل اسم على مسمى، يعني اسم المسلسل هيك حلو، أجواءه حلوة، ما ننسى يعني كمان مخرج مسنى الصبح وشركة إيجل، يعني هولي كلهم هلأ رح يخبروكم عنهم، وما ننسى كمان سيرين ومحمود اللي عاملين هيك كوبل حلو وخفيف ولايت، وعندنا كم كبير من الممثلين رح تشوفوه بأدوار رائعة وحلوة كتير. الأجواء يعني مزيج خليط من الفرح، من الستريس، من الخوف، من الضغط، يعني هيدا المسلسل كان بفتكر كل المسلسلات الرمضانية كان فيها هيدا النوع، من كان شيء جديد بالنسبة لنا من ناحية طبعا أكتر شيء كورونا يعني، بس الحمد لله يلا هيدا آخر نهار وإن شاء الله هيك تطلع النتيجة مثل ما نحن بدنا. وبالفعل أزمة كورونا فرضت الكثير من التدابير الغريبة على كل الناس. بس أنت حدا عاطفي بالعادة، يعني ما بتقدري ما تسلمي وتكوني هيك لطيفة مع الناس، ما بتعرفي تكوني ناشفة وبعيدة. أكيد لأنه كمان نحن ما تنسى نحن ربيين على هالعادات، يعني إذا ما بسنا ما غمرنا ما سلمنا منحس إنه عم نقلل من قيمة الشخص، بس هلأ بده يكون عنا تقاليد جديدة، عادات جديدة، تكين الله هيك مرة أهل أزمة على خير. شو عم بتقولي بينك وبين حالك عن هالموضوع؟ عم بخاف كتير لأنه أنا كمان مرقنا بكتير مراحل بلبنان، الحرب، الأزايف، التقنيس، شو بدك، كنت تعرف إنه هيدا عدوك، تخاف تهرب تتخبى بالملجأ، هلأ ما بتعرف وينه، مخفي، مشان هيك عم بخاف، لأنه كمان إنه أنا مش بس بدي خاف على حالي، على اللي حوالي، على عائلتي، على أولادي، مثل كل هالناس. شو متأملة؟ بتأمل خير، بدي إنه الناس يكون عندها هيدا الإدراك، لأنه هيدي شغلة منا هينة أبدا، ومنعرف إنه رح نمرق بإذن ربنا، بس بدنا نكون واعيين، بدنا نتبع كل الإرشادات اللي مجبورين فيها. هلأ قبل شوي كنت بدي أسلم عليك تسيت، بس إنه لازم نتعود، يعني الحماية شغلة كتير مهمة. صحيح صحيح. بالعودة للمنافسة الرمضانية سألنا نهلة عن الأعمال الدرامية اللي شاهدتها مؤخرا. أنا هيدا السنة حضرت كل شيء، كل شيء، بس في مسلسلين ما قدرت تابعهم، بس رح تابعهم لأنه كنت عم بحضر. ليه؟ لأنه المحطة ما عندي إياها، بس عم بحضر كل اللي موجود ومبسوطة. قصدك الاثنين اللي ما بينعرضوا بلبنان اللي هني غربة و... أي. بس أكيد رح أحضرهم، بس هلأ ما عندي الشانل. حبيت أولاد آدم، حبيت بالقلب، حبيت برداني أنا طبعاً، عم بحضر كمان حارس القدس، عم بشوف النحات، عم بشوف سح، يعني شو بدك تسألني، أنا حاضر هالسنة. أثناء لقائنا مع نهلة، النجمة سيرين عبد النور اقتحمت الدردشة وفاجأتنا بهالمداخلة العفوية. شو؟ أنت شو؟ يا حبيبي بعدنا عم بحكي عنك. هلا يا حبيبي قلبي، يا حبيبي قلبي، قدامك يا حياتي بتغطي. خبريني كيف الاجواء مع نهلة؟ الاجواء قديمه ومستمره وحتستمر، يعني من ايام الملجأ لكورونا. انا يعني استاذتي، يعني انا اول مره مثلت معه. لا وياما ياما ياما التلميذ بيتخطى استاذ. لك بلشنا هلا، خلص احفلها، خليك سيرين. بالفعل أنا سيرين بلشنا سوا، يعني هي كانت أول ما بلش بي، ابنتي سجينة غريبة، وبعدها لهلأ مثل ما هي، على الوقت بروفيشنال، بتحس هلأ كمان مع بيتها وأمومتها زادت الأمور أكثر. الحمد لله الأجواء حلوة، وإن شاء الله هيك النتيجة تكون مثل أجواءنا. أنا كمان كتير، يعطيك ألف عافية. نهلة داوود من الأسماء البارزة اللي عرفتها الشاشة اللبنانية وتركت فيها بصمة لامعة بأعمال مهمة وأدوار مميزة، على أمل دانتيل يحمل لها كل الخير والنجاح.